مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من حلو الكلام مع منال النهاردة هنبدأ حلقتنا بحاجة مرعبة شوي الحقيقة الكاملة فيها مش واضحة الموضوع هو الأطباق الطائرة هل إحنا لوحدنا في الكون ده كله؟ ولا في كائنات تانية غيرنا؟ طبعا في ناس كتير هتقول ده شغل سيما وأفلام خيال علمي لكن الحقيقه في شهر يونيو اللي فات الكونجرس الامريكي كان بيناقش تقرير صادر عن البنتاغون وهي وزاره الدفاع الامريكيه زي ما احنا عارفين بتاكد ان في مشاهده او طيارين امريكيين شافوا اجسام طايره غريبه وغير تقليديه والتكنولوجيا بتاعتها في الطيران مش موجوده في اي طياره معروفه في العالم المشاهدات للأجسام المتطورة دي ما كانتش مرة ولا اتنين ولا عشرة لا دي كانت أكتر من 120 مرة في الفترة من 2007 لغاية 2017 يعني على مدار عشر سنين طيب تعالوا بقى نعرف شوية عن الموضوع ده وأسرار تانية كتير مع دكتور محمود صلاح الكاتب والمتخصص في مجال الميتافيزيقيا الميتافيزيقيا هنعرف دلوقتي ايه هي الميتافيزيقيا ازيك يا دكتور اهلا وسهلا عامل ايه مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده انا اللي مبسوطه اكتر عايزين برضو نعرف الساده المشاهدين يعني ايه ميتافيزيقيا علم ما وراء الطبيعه ايوه العلم المختص بدراسه الظواهر الغريبه وما وراء الطبيعيات والقدرات الخارقه للعقل البشري زي الاطباق اللي احنا بنتكلم عنها موضوع مهم موضوع الاطباق الطايره اه طبعا اكيد هل فعلا يا دكتور في اطباق طايره وليه امريكا بقى ما هي شافت الحاجات دي من 2007 ليه اتاخرت في الاعلان عنها مع ان الموضوع بقاله سنين ما كانت بتنفي ساعات وتطنش ساعات وما تردش عايزين بقى استفسار اللي بيحصل في الموضوع الاطباق الطايره ده الحقيقه ان اكتشاف الاطباق الطايره هو من الاف السنين الحضارات القديمه كلها كانت بتؤكد ان هناك تعاملات مع كائنات من خارج الكوكب اللي احنا بنعيش عليه وقامت برسم ده من خلال بعض اللوحات ومن بعض الاحافير اللي وجدت ان هناك تعامل بين الحضارات القديمه وبين كائنات من كواكب اخرى او ربما من ابعاد اخرى. امريكا ما كانش ليها السبق ولا حاجه في البحث عن كائنات فضائيه لان سبقها المانيا وكان سابقها كمان روسيا في مرحله من المراحل ولكن امريكا اهتمت جدا جدا بدراسه الموضوع ده علشان تحصل منه على تكنولوجيا تساعدها ان هي تفرض هيمنتها على العالم وهو ده اللي حاصل فعلا. اما الاعلان الاخير اللي حصل فيما يخص وجود الاطباق الطايره من عدمه فالحقيقه هو اعلان متاخر جدا لان هي من فتره سنه 1940 امريكا اكدت بوضوح ان هناك اطباق طائره واكدت ده اكتر سنه 1960 لما بعتت بعثه من اجل البحث عن صحه وجود كائنات اخرى بتعيش معانا في الكون ده ولكنها موجوده في باطن الارض اللي احنا عايشين فيه باطن الارض صحيح مش في السماء في في السماء احنا متخيلين في في السماء وفي في باطن الارض ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون اللي فيه مليارات الكواكب ومليارات مليارات المجرات علشان احنا بس ده تفكير قاصر قوي الحقيقه وبشكل علمي ان هناك عدد هائل ولا محدود من الكواكب التي تصلح لوجود حياه عليها وعلى فكره الاديان السماويه كمان اجمعت على ده في دلائل كتير في كل الاديان السماويه بتؤكد ان احنا مش لوحدنا في هذا الكون وان ربنا سبحانه وتعالى قادر على خلق كائنات موجودة في اكوان اخري لا وربنا قادر طبعا علي كل شيء بس اللي احنا نعرفه كبشر بشكل مادي جدا ان احنا علي الارض لوحدنا ف, ف... ايه الحضارات اللي اتكلمت عن فكرة وجود كائنات فضائية الحضارة الاشورية الحضارة السومرية وحضارة المايا وحضارة الأزيتك كل الحضارات القديمة كانت بتؤكد ان هناك تعاملات مع كائنات مختلفة عن الكائنات البشرية اللي احنا نعرفها طب عند قدماء المصريين هناك تعامل اكيد واضح ان المصريين القدماء في مرحله من المراحل كان عندهم علم متطور يفوق العلوم اللي احنا موجودين فيها حاليا بدليل ان احنا عندنا الاهرامات احنا مش قادرين نعرف سرها لحد دلوقتي وهي عمرها ولا كانت في يوم من الايام مقبره لاحد الملوك ولكنها كانت جهاز كبير جدا بيقوم بتجميع طاقه بيطلق عليها طاقه الالواح التكتونيه وكان بيضيء مصر في يوم من الايام انا الحقيقة. عارف موضوع الاهرم ده موضوع كبير لكن هو عمره ما كان مقبره والدليل ان لما جم علماء سنه 81 من اليابان علشان بس يعملوا حاجه شبيهه بالهرم ما قدروش يحركوا حجر واحد. معنى كده ان التكنولوجيا اللي استخدمت في بناء الاهرامات هي تكنولوجيا احنا مش قادرين لم نصل اليها بعد ومش هنتوصل ليها الحقيقه، طب واضح ان احنا مش هنتوصل لها. طب ايه 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 رايك في ان المانيا سبقت وروسيا سبقت وما اهتمتش الاهتمام اللي امريكا اهتمت بيه؟ بالعكس المانيا يمكن كانت هي الدولة الأولى اللي اهتمت جدا بموضوع الكائنات والبحث عن وجود كائنات أخرى وكمان البحث عن أشخاص عندهم قدرات خارقة للبشر ألمانيا كانت مهتمة جدا وخصوصا الفترة اللي كان موجود فيها هتلر اللي كان بينتمي لجماعة اسمها جماعة فيريل كانوا دايما بيبحثوا عن الأشخاص المميزين هم كانوا دايما في قناعتهم أن الجنس الألماني أو الجنس الآري عندهم إمكانيات مختلفة عن باقي الناس ولكن المشكلة الحقيقية اللي واجهتهم أن هم لقوا أصناف كتير من البشر عندهم إمكانيات خارقة وبداوا بتجميع هؤلاء الاشخاص ومش كده وبس الحلفاء في نهايه الحرب العالميه الثانيه رصدوا اطباق طائره زي اللي امريكا اعلنت عنها شهر 6 كانت المانيا هي اللي عاملاها وهي اللي مصنعاها طب ما احنا النهارده عندنا اقمار صناعيه بتسافر الفضاء بالملايين الكيلومترات صحيح ليه مش عارفين يعرفوا دي فين ليه دلوقتي يعني مكانها ايه شكلها ايه الحاجات دي انا يعني مش عارفه انا حاسه انهم بيشتغلونا بصراحه وبعدين اشمعنا بتظهر في امريكا والمانيا وروسيا وما بتجيش عندنا في الدول العربيه وخصمانه لا هي بتظهر في العالم كله الحقيقه هي بتظهر في كل انحاء العالم ولكن للاسف الشديد ان في بعض الدول العربيه لما بيكون في مشاهدات من هذا النوع الناس بتخاف تتكلم يمكن تاثرا بثقافه الجن والعفاريت والاشباح بيكون صعب آه. على الناس ان هي تصدق الحقيقه ان احنا مش لوحدنا في الكون اللي احنا عايشين فيه اما بره في امريكا او في انجلترا او في اي بلد اوروبيه لما بيكون في عدد من المشاهدات بيتم استجواب هؤلاء الاشخاص وتسجيل فيديوهات معاهم بل وفي بعض الاحيان بيقعدوهم على اجهزه كشف الكذب عشان يتاكدوا من صحه اللي هم شافوه. وفي هيئات كبيره وعلى ف... بتجمع هذه المعلومات وعلى فكره يمكن بسبب الضغط الاعلامي وبسبب هذه الهيئات امريكا صرحت في الاجتماع الاخير اللي في شهر 6 وقالت كل افلام الخيال العلمي اللي تخيلناها يوما ما بقت حقيقه. لإن هذه الأطباق الطائرة ما بقتش من وحي الخيال، ما بقتش خيال علمي، بقت حقيقة خلاص. الحقيقة أنا مع روح المؤامرة شوية فإنه أمريكا بتسيطر على العالم من خلال الفيلم السينمائي الأمريكي. فأنا بتهيألي إنها عملت الصناعة دي أو النوع ده من الصناعة السينمائية عشان لما يقولوا لنا ده النهاردة إحنا نصدقه. الله اعلم ما هعيش هشوف الاطباق الفضائيه دي ولا لا بس انا ده فكري من باب السيطره على العالم والله اعلم بس هم ليه مش بيظهروا لنا او يظهروا للعامه الفيديوهات دي او ما بيقولوا رصدوا شافوا ما هو ما شافوش بعينهم بس اكيد شافوا من خلال الأجهزة الاجهزه دي رصدت حللت سجلت ليه مش بيطلعوا الحاجات دي ليه احنا احنا معانا معانا فيديو مهم قوي ليه احد الكائنات الفضائيه اللي تحطم بيه طبق الطاير في حادثه روزويل سنه 47 وهو دليل قوي جدا على وجود كائنات اخرى احنا يمكن معانا فيديو ربما يكون صادم شويه ولكنه لتشريح كائن فضائي تحطم بيه طبق طاير سنه 47 في منطقه روزويل في نيفادا في امريكا وعايز اقول لحضرتك ان تم اغلاق البلد كامله ومنع الاشخاص الموجودين داخل البلد من الخروج ولا فتح الباب ولا الشباك واللي يفتح الباب ويخرج يتم اطلاق النيران عليه فورا وتم حظر المنطقه تماما وحظر الاتصالات في هذه المنطقه واعلنت امريكا في الجريده الرسميه انه تم وجود او تم العثور على طبق طائر طب نشوف تحطها. بقى الفيديو مع بعض الاول عشان اف ده الشخص اللي كان موجود في ده الكائن اللي ده وجد الكائن داخل الطبق الطاير بالظبط كده وهو مجد. كائن غير بشري وده تم العثور عليه في حادثه روزول اللي احنا بنتفرج عليه ده تم تسريب هذا الفيلم بعدها بحوالي 20 سنه بعد حادثه روزول سنه 47 تم تسريب هذا الفيديو اللي تم عرضه على الخبراء في هوليوود وقالوا ان ده مش ممكن يكون مفبرك ولا ممكن يكون مجرد دميه بنتفرج عليها وكمان تم فحص الفيلم نفسه باجهزه هناك واكدوا ان هو فعلا تاريخ تصنيع الماتيريال بتاع الفيلم نفسه سنه 47 حقيقه وهو بيكشف نوع او جنس من ضمن الاجناس اللي بتعيش معانا على الارض وما زالت موجوده في جزء منها بيعيش في باطن الارض وفي جزء اخر بيعيش في الفضاء اللي بيطلق عليهم اسم الجريز او الرماديين ده ايه الرعب ده يا دكتور؟ الحياة فيها حاجات كتير مرعبه بس احنا ده ده مش ده شبه شكل الانسان هو هو من خلق الله برضه هو كائن من ضمن الكائنات وده يمكن الاكتر مشاهده على مستوى العالم انا اقدر أشوفه ده موجود على النت؟ ده اتعامل عليه افلام كتير جدا لا الفيلم ده المفروض ان هو ما بينزلش على الانترنت اه ومواقع كتير ما بتسمحش ان هو يكون موجود اصلا وطبعا حاولوا ان هما يشككوا فيه في مرحله من المراحل ولكن آه انا شخصيا بو... شاكه الرجل المشوهه دي ده ده يقول انه لحم ودم زينا بالظبط اه بالظبط هو بالزبط. كائن عادي خالص ولكن آه. يمكن الـ الـ الارجل والايادي فيها ست اصابع آه. التكوين بتاعه مختلف تماما طبعا هو الفيلم كبير شويه وبيقوم بتشريح الجسد كاملا يعني ولكن هذا الفيديو كرش حقيقي هو كمان. هو الفيديو نفسه حقيقي وده نوع من ضمن الكائنات اللي أمريكا عمرها ما كانت بتصرح ان هو موجود ولكن تعقيبا على كلام حضرتك كل الافلام اللي احنا اتفرجنا عليها كان ليها هدف كان ليه هدف ان احنا يوم ما نتكلم ونقول ان دي حقيقه على طول خلاص بيدخل في السبليمنال بنصدقه <applause> مش كده وبس ده اللي هيتكلم ويقول ان الفيلم ده حقيقه يقول انت متاثر بالافلام الاجنبيه اللي انت اتفرجت عليها اللي بقالنا 50 او 60 سنه بنتفرج عليها هي كلها كان ليها اثر حقيقي وكان ليها هدف حقيقي ان دلوقتي اي حد يتكلم في اي موضوع علمي زي ده ويحاول يكشف حقيقه يقول انت متاثر بالافلام فهم عملوا كل الحقائق افلام عشان ما يدوش فرصه لحد ان هو يتكلم طب هما بعد ما شرحوا الكائن ده لقوا فيه صفات او مواصفات ماديه زيه زي الانسان دم بالزبط. قلب شبهنا التقسيم الداخلي للجسم لا التقسيم الداخلي مختلف شويه برضو؟ التقسيم الداخلي مختلف وهناك غلاف على العين مختلف عن العين البشريه خالص مقدار الرؤيه بتاعته مختلف عن الرؤيه البشريه تماما وهو التكوين الجسماني بتاعه ظاهريا يشبه البشر ولكن ال ال هذا الفصيل من الكائنات ما بيسمعش وما بيتكلمش. طب عرفوا ازاي؟ هو المفروض انه دلوقتي ميت ولا؟ لانه تم التحفظ على احد الكائنات وهو صاحي. واو وبعد كده مات. طب ما صوروهوش هو صاحي؟ في حال في فيديو للتصوير آه في فيديو صغير كان موجود برضو آه ممكن ان احنا نحاول ان احنا نعرضه في في الجاي يعني آه لاحد الكائنات هو من نفس الفصيله دي وكان بيحاولوا ان هم يخلوه يتكلم او يستجوبوه ولكنه استمر لساعتين او ثلاثه وبعد كده مات اما ده فده اللي كان اللي حصل عنده التحطم في حادثه روزول وده الكائن اللي لقوه هو واثنين تاني وفي واحد منهم زي واحد كان صاحي ما كانش ده الرعب ده يا جماعه ده انا كده هبتدي اخاف <applause> لا هي الحقيقه دايما بتكون غريبه او الحقيقه دايما بتكون مرعبه ولكن آه. هناك حقائق كتير تم اخفائها عننا عمدا يعني اه طب عايز ارجع بقى لحكايه كده برضو قريت عنها حكايه المنطقه 51 التابعه للبنتاجون في امريكا ايه حكايه المنطقه ال 51 دي؟ هي المنطقه 51 اللي حصل فيها حادثه روزويل اللي هي تحطم الطبق الطاير وعموما هي معموله على مناجم فضه وممنوع الاقتراب منها لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها دي واي حد بيقرب من المنطقه 51 بيتم اطلاق النيران عليه فورا. المنطقه 51 هي المنطقه البحثيه الاولى في امريكا. التجارب النوويه اللي كانت بتحصل قبل كده كانت بتحصل بالقرب من المنطقه 51 والتجارب على الاطباق الطائره اللي بيتم تصنيعها احيانا على الارض كانت بتتم في المنطقه 51 وكمان كان بيتم ببعض التجارب على البشر من اجل اكسابهم بعض القدرات الخارقه فكل الحاجات الغريبه او كل الحاجات الخيال العلمي اللي احنا كنا بنتفرج عليها في الافلام بتتم داخل المنطقه 51 في امريكا ومش بس المنطقه 51 هي واخده شهره كبيره عشان اتعمل عليها افلام واتعمل ليها بروباجندا كبيره ولكن هناك اكثر من منطقه على مستوى العالم فيها اجراء لابحاث وحاجات يمكن ما يتخيل وجودها بالأساس. الم بتنحوا مرعوبه يعني هم فعلا ممكن يخلوا انسان يدوا حاجات معينه يعيش 3000 سنه ويجمدوه ده ده, ده مرحله ثانيه بقى هو التجميد موجود بس عشان نتفق التجميد موجود زي ما الاستنساخ يعني برضو احنا ممكن نضرب مثال للساده المشاهدين في هذا الامر لا دكتور استنى يا جماعه المنطقه دي محتاجه حلقه ثانيه مش هينفع نقولها كده لان الوقت بيجري بسرعه معانا وانا الحقيقه في النهايه يعني يعني في الاخر لكل شخص الحق في تصديق او عدم تصديق الموضوع انا مخي لسه مش قادر يجيبه الحقيقه بالذات ان في غموض طول الوقت عن الموضوع ده دكتور محمود الكلام معاك حلو بس توعدنا بحلقه تانية ان شاء الله آه نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا ويا جماعه ايه ما تخافوش وما تحلموش بالاطباق الطايره و ربنا <applause> يستر دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني خليكم معانا في حلو الكلام النماذج المصرية النسائية الناجحة بقت كتير وحاجة كده تشرف بنشوف في الرياضة والفن والطب والهندسة عندنا النهارده ست مصرية تفوقت في مجال هو في الهندسة بس في حتة معينة كده سفير تقني في وكالة الفضاء المصرية يعني ايه؟ يعني دلوقتي نقدر نفتخر مش بس اننا عندنا عالمه مشهوره لا ده تم تصنيفها واحده من افضل عشرين عالمه في العالم وواحده من ضمن افضل خمس مهندسات في افريقيا من مجلس علماء الهندسه العالمي الموجود في امريكا واسمها كمان دلوقتي على فكره موجود في كتب الدراسه للصف الرابع الابتدائي كنموذج مصري ناجح خلونا نرحب بالعالمة المصرية الناجحة دكتورة غادة عامر عميد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا زي حضرتك ازيك يا فندم ازي حضرتك اهلا بيك ايه المعلومات الجامده دي ربنا يخليك ربنا يحفظك ربنا يعني انا عايزه افهم بقى عشان كان معايا فقره قبل كده عن الاطباق الاطباق الطائره والحاجات دي قبل ما اروح لها يعني ايه سفير تقني عشان نعرف الساده المشاهدين تمام طبعا احنا بفضل ربنا وكاله الفضاء المصريه احنا عندنا وكاله فضاء مصريه انشئت قويه عام 2018 تحت قياده فخامه الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي طبعا الوكاله لان ليها برامج كثيره جدا ومتنوعه عملت انشطه كتيرة جدا طبعا من ضمنها نشر ثقافه ووعي اهميه استخدام تقنيات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء. فالسنه دي اختيرت خمس شخصيات ان هي تكون سفره ليها بحيث تعرف الناس اهميه هذه التقنيه وهي خاصه تقنيه هي مش تقنيه عاديه تقنيه مهمه جدا الناس فاهمه ان هي رفاهيه لكن هي المستقبل هي احد اعمده الثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا بنعيشها فتم اختياري اكون سفير تقني لوكاله الفضاء المصريه اشرح الافكار الجديده الخاصه بتكنولوجيا وعلوم الفضاء واهميتها للمجتمعات وايضا ابسط فكره علوم وتكنولوجيا الفضاء حتى اشجع شبابنا واشجع كل القطاعات في الاشتراك في هذا المجال الحيوي المهم. عظيم. طيب احنا الايام دي بنسمع بقى عن الاطباق الطائره وحاجات غريبه جدا وهل في عالم تاني احنا مش عارفينه وهل في كائنات اخرى غيرنا في الدنيا دي؟ الكلام اللي بنسمعه ده كلام افلام ولا بحق وحقيقي؟ شوفي حضرتك البحث العلمي كله نقاش وكله يعني اخذ وعطاء. لو في ناس بتبحث هتلاقي الموضوع اه طبعا في دول شغاله فيه وفي حتى كان في فيلم طالع قريب جدا من الولايات المتحده الامريكيه بيحكي عن واحده اسمها 51 واحد بتتعامل مع هذا الامر وان هي شايفه انه ده موجود واتكلمت كتير جدا حتى عن تصميم براءات اختراع خاصه آه بالاطباق الطائره والتواصل مع الفضاء. هل ده مثبت بالنسبه لنا؟ احنا بالنسبه لنا مثلا كناس بنشتغل في قطاع البحث العلمي هو اكتر مش اكتر منه ابحاث لكن احنا ما شفناش. آه بنسمع طبعا علماء بيشتغلوا في هذا المجال بقوه وامريكا من فتره شغاله في هذا الامر. وخاصة أن وكالة ناسا يعني قالت أكثر من مرة أن, إن ده موجود وكان في يعني وثائقي بيحكي حقيقي أنهم تم رصد أكثر من طبق فضائي أو طبق طائر حول الأرض إن هو كان موجود وصوروه. إحنا بالنسبة لنا يعني إحنا ما شفناش ما نقدرش نقول ولكن العلم لا محدود. آه وأنا يعني أنا لو شخصية رأيي أكيد موجود يعني أكيد العالم فيه كائنات أخرى غيرنا وده الطبيعي يعني ربنا يعني خلق الكون بأكوان مختلفة. آه لكن التوثيق ما نقدرش إحنا هنا في عالمنا العربي نوثق هذا الأمر لأن إحنا ما اشتغلناش في المجال دوت وده مجال متقدم لكن آه في أبحاث كتير جدا بتقول دولة زي روسيا وزي أمريكا شغالين فيه وبقوة. طيب أرجع بقى للتخصص ليه حضرتك اخترتي المجال ده بالتحديد وانت واحدة ست جميلة وزي القمر كده وعميد مبروك <applause> العمادة صحيح <applause> الله يخليك يا فندم الله يخليك كتر ليه التخصص ده بالذات؟ هو انا كان عشقي من زمان وانا صغيرة الهندسة وكنت بتأثر جدا والدتي ان هي كانت استاذ فيزياء ولادة بحتة الوالد كان تخصص هندسه ميكانيكا سيارات فكان بيستهويني جدا عمليه الفك والربط اضافه على كده ان هم كانوا بيقولوا ده تخصص ذكوري فانا كان عندي تحدي منذ الصغر لاني اتولدت في اسره فيها بنتين بس فكانوا دائما يعني ايه أي يقولوا لي الولد افضل لما كنت بسمع بيكلموا الوالد يعني فكنت عايزه اثبت ان البنت قادره انها تنافس في جميع المجالات وعشان كده انا كنت بحب المجال ده وانا من صغيره بكتب دكتوره مهندسه غدا عامر وحتى لما دخلت كلية الهندسة كنت مش عايزة بس أكون يعني مهندسة أنا عايزة أطلع الأولى كمان عشان أثبت نفسي كامرأة إن إحنا قادرين ننافس حتى في الأقسام أو التخصصات اللي بيقولوا عليها ذكورية وبفضل ربنا طبعا ودعم كمان زمايل يعني مش أنا لوحدي قدرت أحقق النتيجة دي الحمد لله طبعا وبقيت أستاذ في الجامعة ما شاء الله ده كان حلمك وتفوقتي وحققتي ولكن هل في مشوارك توقعتي في يوم من الأيام إنك تكوني ضمن صف تعليمات العالم في مجال الهندسه وخصوصا في التخصص ده؟ شوفي حضرتك لا بس هو القصه سبحان الله وانا بقول ده ما تكرره تقرره طول عمري وانا صغيره الوالده كانت دايما بتجيب لي قصص المشاهير من العلماء المصريين واحنا كنا بره مصر زي العالمه الجليله الشهيده سميره موسى زي العالم الجليل فاروق الباز زي الدكتور احمد زويل كل علماء انا كان دايما اقرا عنهم فكنت شايفه ان الناس دي عملت اثر كبير جدا في المجتمع اكتر من اي حد تاني فكنت اتمنى ان انا اشوف نفسي زيهم في قدموه وليس في التصنيفات ما كنتش احلم بده وسبحان الله ربنا يسر لي ان انا يعني يذكر اسمي جنب العالمه الجليله في تصنيف اللي هو طلع على من من, من من بريطانيا ان احنا عالمات المستقبل كانت سميره موسى سيدة السيده الفاضله العالمه سميره موسى من الجيل القديم وحطوني انا من الجيل الجديد يعني اسمي قرن بيها اشتغلت مع العالم الجيل فاروق الباس فتره كبيره جدا في مؤسسه خيريه لدعم التكنولوجيا فطبعا انا يعني اصبحت مؤمنه جدا اللي انت بتكرريه في حياتك وتقرايه كتير جدا او بتشوفيه قدامك لازم بيحصل فانا انا بشكر الاسره ان هي قدرت تحطني من الاول على الطريق عن طريق الكتب والقصص اللي كنت بقراها عن علماء اثروا في مجتمعاتهم وما كنتش احلم بده لكن سبحان الله ربنا يعني اخذك في اتجاه الشغل ده اللي تم تصنيفه او الاعتراف به دوليا. انا كمان بشكر اسرتك الكريمه وبحييهم بس كمان هل احنا فعلا الايام دي قادرين اننا ندخل مجال الاقمار الصناعيه بقوه لان كمان احنا عندنا مشروع جديد دلوقتي لتوطين صناعه الاقمار الصناعيه ولا الطريق صعب شويه يا دكتوره؟ بصي كل التكنولوجيا الطريق مش صعب يعني لو احنا خدنا مقياس سنغافوره والهند هتلاقي دول كتيره جدا بدات من تحت خط الصفر واشتغلت الجميل في الموضوع ان احنا عندنا وكاله فضاء فعلا قويه جدا وبالدليل كده ان احنا طلعنا 100 قمر صناعي للشعر عن بعد تصنيع مصري عندنا كوادر مؤهله والدوله المصريه مهتميه جدا بهذا القطاع وبفضل ربنا قدرنا نطلع القمر طيبه واحد وطيبه واحد دوت هو الاتصالات اه مش تصنيع مصري ولكن احنا اشتركنا فيه ودلوقتي بنحاول نعمل طيبه اثنين ب 45% تصنيع مصري الجميل كمان انه في برامج كتيره جدا بتقوم بها وكاله الفضاء لتوطين التكنولوجيا ايضا لتدريب الجامعات يعني احنا وكاله الفضاء المصريه مثلا تعاونت مع ثلاث جامعات لاطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الجامعات يعني الجامعات المصريه هي اللي بتعمله بالتعاون مع وكاله الفضاء المصريه ويتم اطلاقه فطبعا ده يؤكد ان طبعا غير كده برامج كتير كرتون عاملينه للاطفال عاملين دايما يوم الفضاء المصري دوت نعرف الشباب يعني ايه عاملين تعاون بينها وبين مثلا كليات زي كليات العلوم الفضاء الموجوده في بني سويف مع الجامعات كلها بيعمل برامج توعيه حتى الاطفال الصغيرين مدارس الاستم بيعمل لها حاجه اسمها الكانسات ان احنا نعلمهم ازاي يعملوا قمر صناعي قد علبه الكان كده ويرميه من فوق السطح ويستقبل الاشارات كانه قاعد في مركز الاشارات على طريق الكمبيوتر وهو نازل عن طريق باراشوت فطبعا ده ما كانش موجود عندنا قبل كده الموضوع مش صعب وبالعكس الإرادة السياسية الموجودة في مصر والقيادة السياسية مهتمية جدا حتى بدمج هذه العلوم في كل القطاعات لأن فعلا دي علوم مهمة يعني معظم التقنيات اللي في ايدنا المدنية جاية من قطاع أساسا علوم الفضاء يعني مثلا نظارات السكراتش اللي هي بتعمل انتي سكراتش دي من الفضاء، الاي سي جي بتاع رسم القلب من الفضاء، الجي بي اس من الفضاء، حاجات كتيره جدا في تقنيه هي مش مجرد يعني كان في بتاع ناسا كان بيتكلم الناس بتقول له هو انتوا بتدفعوا ملايين الدولارات عشان تطلعوا ليه شاتل وتتاملوا؟ قال الشاتل دي بترجع لي علوم على الارض انتم مش ممكن تخيلوها بتطلع لي ماتيريال بتطلع لي وقود وانا شغال بتطلع لي بعض المعادن بتطلع لي بعض الإنظمة التحكم دي برجع بيها كلها في اللي بصرفه مش خساره فتقنية وعلوم الفضاء دي تقنية أساسية جدا خاصة الدول القوية الفترة الجاية هي من تمتلك هذه التقنية ومصر مصيرة أنها تمتلك هذه التقنية هي فعلا الحكاية بتبتدي من الإرادة السياسية والإرادة السياسية دلوقتي الحقيقة عايزة تودي مصر في حته تانية خالص في الجمهوريه الجديده. طب يا دكتور غاده ايه حجم تواجدنا النهارده وسط الاقمار الصناعيه في العالم على مستوى العالم؟ حجمنا ايه او احنا نمره كام في الرانك انجاز التعبير يعني؟ بصي هو بالنسبه لبداياتنا يعني احنا من البدئين كوكاله رسميه وكان برنامج الاول تبع هيئه الشرع عن بعد. في 2018 يعني عمرنا مش كبير اربع سنوات كوكاله فضاء لكن تعيد على الانجاز اللي تم الفتره اللي فاتت يعني نشرف ان احنا في مصر نتيجة الأعمال اللي تمت الفترة اللي فاتت إن إحنا خدنا بالإجماع إن إحنا نستضيف وكالة الفضاء الإفريقية في مصر، وطبعًا ده شيء كبير جدًا إن أنت يكون عندك الوكالة دي موجودة حاليًا في وكالة الفضاء المصرية إن إحنا نستضيف كل وكالات الفضاء الإفريقية. طبعًا عندنا مبادرات كثيرة جدًا مع الدول المتقدمة في مجال الهندسة الفضاء وده مدي مصداقية لمصر، إحنا فزنا إن إحنا في الأمم المتحدة نضع كاميرا في اتجاه الشاتل الموجودة على السبيس ستيشن اللي هي المحطة الفضائية، إحنا الدولة الوحيدة على مستوى بالاجماع في وضع هذه وطبعا ده دليل ان هم شافوا ان احنا عندنا تقنيات او عندنا ايادي عامله في هذا المجال متقدمه فده يؤكد ان احنا ماشيين بخطى رغم ان عمرنا مش كبير في هذا المجال رسميا لكن اصبح عندنا وجود دولي وفي كل المؤتمرات موجوده مصر ومصر بتستضيف كتير جدا كل دول العالم كانت روسيا اهدت لمصر كمان شكل تمثال العالم الفضائي اللي هو الروسي اللي اول واحد طلع في على سفينه مأهوله اهدت لنا التمثال بتاعه لانها حاسه ان مصر ماشيه بخطه قويه في هذا المجال ما شاء الله طب دكتور غادة أنا عايزة أرد على الناس اللي بتقول إن الست بشكل عام لما بتتفوق في شغلها ممكن تهمل بيتها إزاي جماعتي بقى أو احكي لنا إزاي انتي متفوقة في المجال العلمي وإزاي بتديري الأسرة المصرية لأنه الأم الحقيقة هي العمود الفقري للأسرة فحضرتك بتديري ده إزاي انا اشكرك على الكلمه اللي انت قلتيها ان فعلا يعني رمانه الميزان بتاعت البيت الام بس كل ما الام كانت متعلمه على فكره ده بينعكس اكتر على اولادها طول ما هي اصلا بتقدم شيء للمجتمع ده برضو عيالها بيقلدوه اول مدرسه للطفل هي الام فتخيلي مثلا هديكي مثال انا انا من هما صغيرين ببدا اتكلم معهم عن البحث العلمي ما كانش عندي اصحاب غيرهم يعني انا نظمت وقتي بين عملي وبين المذاكره والبحث العلمي وبين اولادي فقط فبدات أنا وهما نشتغل في هذا القطاع واكلمهم واحكي كانهم كبار هما تأثروا جدا بده طبعا في كل الرحلات العلمية او مؤتمراتى باخدهم معايا يحضروا المؤتمرات دى واحيانا فى المؤتمرات باخدهم متطوعين لما بدأوا يكبروا شوية انت متطوع هتمسك الوردة ده انت هتعمل كذا بفضل ربنا ده اثر فيهم جدا خلاهم حبوا المجال جدا وكلهم اتجهوا الى مجال الهندسه بس يعني باشكال مختلفه واحد هندسه اتصالات والتاني هندسه الحاسب والاثنين الصغيرين دلوقتي في هندسه الحاسب ايضا فطبعا ده بيخليكي انت اثرتي فيهم تخيلي بقى لو انا قاعده طول بتكلم في التليفون او قاعده انا اسفه بتفرج يعني ما عنديش ادد فاليو هو نوعا ما بي بيتاثر بيا وبعدين مع مع سن مش حاسس ان انا بواكب العصر مش مصدق كلامي لكن لما اجي اناقشه خاصه الشباب دايما بيكونوا اسرع مننا في التعلم في الجيل اللي بعدنا لما يلاقيني مواكبه فبيبدا يسمع كلامي فانا بقدر اخليه اكتر في الاتجاه الصحيح لانه شايفني متقدمه بتكلم كلام قوي فانا بشوف الام المتعلمه اللي بتعرف تنظم وقتها المفتاح السر تنظيم الوقت يعني انا ساعه ما اخش البيت خلاص ده وقت ولادي انتهت الموضوع ساعه ما اكون في الشغل بركز جدا في شغلي بصحى بدري بنام بدري وهم نفس الكلام كانوا معايا طبعا لحد سن معين بعد كده ما تقدريش تتحكمي في حكايه النوم دي لانهم طبعا بقى لكن في الاول كنت بعمل كده فهتلاقي احنا قاعدين بنذاكر كلنا ماما بتذاكر فاحنا بنذاكر ماما خارجين نتفسح الحين نتفرج على فيلم خيال علمي احنا قاعدين بنتناقش في حياة تكنولوجيه فهم اصبح كلامهم اكبر من سنهم نتيجه ان انا بكرر ده قدامهم أنا بقول دايماً الولد أو البنت بيتأثروا جداً بالوالدين وخاصة الأم لأنها أول مدرسة يعني هديك مثال انا قاعده بقول صلي وذاكر واعمل وانا ماسكه التليفون اشتم في جارتي ولا في عمته ولا كام تتخيلي ده هيطلع عامل ازاي؟ مهما انا كنت بوجهه كلاما وانا بفعلش غير لكن لما اقول له ذاكر ويلاقيني في السن ده قاعده بذاكر بيبدا يحس لا ماما بتعمل حاجه ماما خدت جائزه دوليه عشان بتذاكر كنت دايما اقول له على فكره مهما كان معاك فلوس كلهم مهما كنت منصب لو انت ما عندكش ثقافه وعلم محدش هيقابلك انا الناس بتقابلني بره وبسافر بره احيانا بسافر فيرست كلاس يعني انا محكمه في جائزه دوليه هم شافوا حتى التكريم اللي انا كنت فيه سواء في سويسرا او في, في شيكاغو هم بقوا مبهورين يعني انت يا ماما العلم اللي عملته طبعا علم لو انا معايا مليون جنيه محدش قابلني كده لكن العلم هيخلي كل الابواب تفتح فطبعا انا بشوف انه السر تنظيم الوقت السر ان الست تكون متعلمه ومش شرط تشتغل مش عايزه تشتغلي الشرط والأساس ان انت تعرفي ان بيتك قبل اي حاجه ودي حقيقه يعني انا لو حاطت مره يعني بيحصل مثلا يعني زي مؤامات مين تختاري مين لا هختار البيت واخد اجازه بدون مرتبه ثاني قاعده لحد ما اظبط الامور وارجع تاني للشغل وسبحان الله ربنا بيوفق طالما انت قايمه بالواجب اللي ربنا اساسا انا ام اساسا انا بنت اساسا انا زوجه فطبعا لازم انظم ده الاول وبعد كده بمشي على الامور الاخرى بس انا ملاحظه ان الولاد شباب ثلاث صبيان وبنت وبنت اه oh. ما انا لاحظت ان البنات الولاد مسيطرين <تصفيق> 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 مين اصعب في التربيه دكتور غاد لا الصبيان البنت احلى كتير بجد اه oh, البنت دي نعمه البيت اللي فيش فيه بنت ده على فكره يعني انا انا طبعا هم كلهم اروع بعض بس طبعا انا عندي بنت اسمها الاف لا هي نعمه هي انا عايز اقول لك رغم ان هي شقيه جدا اكتر واحده شقيه من الصبيان واقوى في طريقه الكلام والتفكير لكنها نعمه يعني انت لما تكوني تعبانه تلاقيها جامدة الطبع عليكي بتعرفك الموضه خاصه انا ما عنديش بقى وقت اقرا في الموضه فبتيجي تقولي الاحداث الجديده ايه بتهتم جدا بلبسي تهتم جدا بانها تكون يعني ايه سبورت ليا لا البنت نعمه على والديها وعلى كل اللي في البيت هي فعلا اضافه كبيره لاي بيت يعني البيت يا رب يعني يرزق الجميع البنات البنات لا مختلفه وطبعا المصابين حلوين مين اصعب في المذاكره البنات ولا الصبيان لا البنات اصعب <applause> جدا ده انا شايفه ان البنات بتعمل اصل انا عندي بنت ولد اه فالبنت عامله اللي عليها وما كانش عندي مشكله معاها خالص في المدرسه ولا اي كومنتات ولا اي حاجه الولد كان معذبني في الدراسه لا انا كان عندي بقى سبحان الله ده انا كان عندي الثلاثه صبيان حلوين بس هي البنوته من كتر ما هي ذكيه اجتماعيا يعني ايه بتوائم بصعوبه بين كله يعني ما شاء الله الاف مشتركه كذا نشاط وتروح آه. تعمل اكتيفيتي كتيره جدا فطبعا ساعه المذاكره بس في الاخر نتيجتها حلوه ما اقدرش اكلمها يعني ده دل... لكن انا بقى انا طول السنه يا الاف انت متاكده ان انت ما عندكيش اه بس الحته عندي رحلة الفلانيه وانا بصراحه بحب اسيبها يعني انا بقول لها دايما انت بيني وبينك ربنا دايما حطي ربنا حد واعملي اللي انت عايزاه بالظبط كده فده اللي والدي عمله معايا يعني شفتوا يا جماعه يعني انا اخذت الدكتور من العلم وللبيت اذا الشغل لو في تنظيم للوقت مش هيعطل البيت خالص وبالعكس هي يعني انا مبسوطه جدا دكتوره غاده ربنا النهارده معانا اني قدام نموذج نسائي مشرف واتمنى بناتنا تشوف في حضرتك قدوه ليهم يعني حلو الكلام مع دكتوره غاده وشرفتيني لكن الوقت الحلو بيجري بسرعه وللاسف دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا استنونا لحد سنه 1922 كان بيظن الباحثون في المجال الطبي ان نقص الماده اللي بيفرزها البنكرياس اللي هي الانسولين الماده دي بيظنوا ان هي السبب الوحيد للاصابه بالسكري لكن بعد 27 سنه يعني سنه 1949 تم التشكيك لاول مره في كده بعد ما اثبتت التحاليل المعمليه ان ماده الانسولين عند البعض اعلى من الاصحاء عند بعض المرضى يعني اكتر من الاصحاء ومع كده بيعانوا من السكري وكان الانسولين لا يعمل ومن وقتها بدا الكلام والدراسه فيما يسمى بحساسيه الانسولين ومقاومه الانسولين وارتباطهم بالسمنه ومرض السكري وغيرهم من المضاعفات ايه الكلام الكبير اللي انا قلته ده يا جماعه انا شخصيا محتاجه افهم اللي انا قلته ده وبشكل مبسط اكتر من كده علشان نقدر نفيد متابعينا الكرام منورانا النهارده في الاستوديو دكتور سالي فيكتور وطبعا معانا خبيره التغذيه العلاجيه نهال حافظ ازيكم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله شفتوا الكلام الجامد قوي اللي انا قلته ده اللي انا <applause> مش فاهمه منه ولا <applause> كلمه كلام قوي <applause> بس دلوقتي هنبدا مع دكتوره سالى قولنا بقى بشكل سهل ومبسط كده يعنى ايه مقاومه انسولين